مع حكم تقليد أصوات الفنانين والممثلين والحيوانات. بئس للظالم بدلا. أصوات الفنانين يا ولدي ما يصلح تقلدها ولا تستمع لهم ولا فيهم خير، وكذلك المغنين، وكذلك أصوات الحيوان. يقلد الإنسان صوت إيش؟ كلب ينبح أو حمار ينهق، ها؟ إيش؟ عصفور. عصفور، حتى العصفور. وش يقول في العصفور إلى إله؟ قلد نشوف. على كل حال ما أصلح تقليد الحيوان، ما أصلح. أقول لكم لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يلحق الآدمي بالحيوان إلا في مقام الذم. نعم.